السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة يا حبايبي بديل الرز البسمتي اللي هو لسان العصفور، بيعملوه بقى شيفات مصر في المناسبات السعيدة وفي الأفراح، موفر جدا دلوقتي. الرز البسمتي الكيلو ب55 جنيه، أما لسان العصفور الكيلو من 13 ل 15 جنيه، غير ان هو موفر طعمه خطير، بيتقدم بنفس المنظر ده بس انا عملت معاه فراخ، عاملوه معاملة الرز البسمتي بالظبط، بيتسقي شوربة ونفس بهارات الرز البسمتي. وهعمل معاكم في عجلة سريعة برضو ايه الفراخ، طريقة الفراخ سلقها الطريقة المظبوطة والنظيفة اللي انا بعملها على طول ومعتمدها في بيتي، شايفين يا جماعة دايبة ومستوية وريحتها بروايح، بحشيها بصل والبصل ببقى دعكاب وبهارات، ده منظره بيتقدم كده في الافراح. نحط الاول طبقة اللحمة المفرومة، بعد كده طبقة لسان العصفور ونكبسه، وبعد كده نقلبه في طبق زي ما انتم شايفين. لو مش حابين تعملوا جنبه فراخ ممكن كمان تعملوا لحمة حمراء جنب منه. بصوا يا جماعة هو خطير في كل حالاته، حتى لو ما عملتوش جنبه اي نوع لحوم كان طعمه خطير، بس اهم حاجة تسقوه شوربة، يعني تسقوه مرقة. بسم الله. كمان تحمروا لسان العصفور بمعلقة السمنة البلدي. هنشوف الطريقة والخطوات، بس فضلا وليس امرا ادعموني بلايك يا حبايبي. انا فكره الفيديو عجبتني جدا قلت اعملها معاكم. اول حاجه احنا طبعا الفراخ لازم تكون من حد ما فراخه ما تكونش زفر، عشان الناس اللي بيقولوا احنا بنغسل الفراخ بملح وليمون وما بتنضفش، غيروا الفرارجي، ممكن يكونوا بياكلوها الفراخ حاجات مش محرمه. خلاص حبايبي. بعد كده هجيب بصلتين ودعكتهم بشويه فلفل اسمر وشويه ملح، ودعكت بيهم الفراخ من جوه ومن تحت الجلد، حشيتها كده مليتها من البصل، بسيبها حوالي ساعتين. لو عايزين كمان تسلقوها على طول اسلقوها، بس انا بعملها قبليها بساعتين. معايا طبعا ورق لوري، حبهان، فصين مستكة، طبعا طماطم، بصل، اي منكهات موجودة عندكم في البيت. لو ما فيش عندكم غير الفلفل الاسمر المتحوج والملح خلاص كله شغال، اهم حاجة تنضفوا الفراخ تنظيفة كويس. وده ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عصقتها ببصلية وشوية بهارات. دي طريقتها في الافراح، اللحمة المفرومة. بسم الله. انا معايا معلقة سمنة بلدي كبيرة ومعلقة زيت، هنزل بكيس من لسان العصفور 400 جرام. انا عملت كيستين، ادي الكيس الاولاني وادي الكيس التاني، كيسين من لسان العصفور، الكيس وزنه 400 جرام. بفضل اقلبه كده في السمنه البلدي حتى ياخد اللون الاصفر الفاتح، مش ياخد اللون الجولد الغامق يا جماعه، الفاتح، لاني كل ما انزل مكون خدوا بالكم هاديله تقليبه وهيغمق اكتر. طيب انا معايا فصين توم، معايا طبق فيه بصلايه وقرنين فلفل الوان، بصلايه جوانح، ومعايا طبعا بهارات جرام مسالة، هاخد نص معلقه لو ما عندكوش مفيش مشكله خالص. معايا واحدة مرقه دجاج ماجي، معايا اللي هي الدسكره، الكيس اللي هو بهارات الرز البرياني، مفيش بهارات الرز البرياني حطوا بهارات الرز البسمتي الكبسه، الكيس بخمسة جنيه او ستة جنيه بالكتير، ومعايا معلقه صلصه. بسم الله. بصوا يا جماعه كل ما اقلب فيه واحط مكون اللون بيغمق اكتر، فياريت يبقى اصفر فاتح. هنزل بفصين التوم اول حاجه، اديهم برضو تقليبه قيمه دقيقه دقيقتين، كل ما انزل مكون اغلف بيه، اخلي لسان العصفور يتغلف بيه تقليبه كده كويسه. وبعد كده احط البصل والفلفل الالوان، البصل قطعوه جوانح رفيعه مش جوانح تخينه. بسم الله. وادي الفلفل الالوان، ما عندكوش فلفل الوان عادي حطوا فلفل اخضر، اي نوع فلفل عندكم في التلاجة. بسم الله. عايزين تحطوا كمية اكبر من كده من البصل والفلفل عادي حطوا. وبقلب طبعا تقليبة كويسة، شايفين يا جماعة عبارة عن لوحة فنية، جميل جدا جدا، الطعم بقى ولا اروع من كده. خدوا الخطوات والطريقة هتنبهروا بقى بالنتيجة. انا حطيت معلقة صلصة، مفيش معلقة صلصة ممكن تبشروا حباية طماطم بتسكر لسان العصفور، بس تشيلوا منها المية. وانا طبعا انا بيتي ما بيخلاش من بهارات جرام مسالة، حطيت نص معلقة صغيرة من بهارات جرام مسالة لانها قوية، نص معلقة بس. ما عندكوش بهارات جرام مسالة عادي اكتفوا ببهارات الرز البرياني او الرز البسمتي. بعد كده حطيت واحدة مرقة دجاج ماجي اللي هي الفورية، طعمها خطير يا جماعة، احلى من المكعبات. طبعا انتوا ما شفتونيش، وهديله برضو تقليبة كويسة، اغلفه بالمكونات دي كلها. انا ما حطيتش ملح،
مرق الدجاج الماجي يا جماعة عليها ملح بتحدق الأكل، والشوربة اللي أنا حسقي بيها اللي أنتوا شايفينها، شايفين يا جماعة الشوربة ريحتها بروايح، حسقي شوربة، طبعا الشوربة عليها ملح، فأنا ما حطيتش ملح خالص على لسان العصفور. هبدأ أصفي الشوربة وأخد منها مقدار يغطي لسان العصفور اللي هو بديل الرز البسمتي. بغطي لسان العصفور بواحد سنتي او عقلة صباع، ما تستكترهاش. انا بقول لكم بعمله معاملة الرز البسمتي بالظبط يا جماعة، ما عجنش مني، يا دوب يفور كده من الجناب يغلي هغطي عليه وهدي عليه عين البوتاجاز خالص. حبايبي متأكدة انكم ان شاء الله لو جربتوا الطريقة دي هتنبهروا، بقول لكم ما فاتش منه ولا حباية واحدة، يمكن لو عاملة الرز البسمتي هيتبقى منه. بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعة يتبدر بدر، رز لسان العصفور مفلفل ما يتغيرش عن الرز بل أحلى منه كمان. طباخين مصر بيعملوه على طول في الأفراح، وكمان بيقدموه بنفس الطريقة دي، بيحطوا كده في البولة شوية لحمة مفرومة متعصجة تعصيجة حلوة كده وعليها شوية بهارات حلوين ولسان العصفور، ويكبسوه بعد كده يقلبوه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. أنا عملت جنبه فراخ، حابين تعملوا جنبه لحمة حمراء بيبقى خطير برضو باللحمة الحمراء اللي هي الهوبر الكبيرة دي. ممكن كمان بصوا يا جماعة الفراخ دايبة مستوية ومسلوقة سلقة عسل، بسم الله. كمان بحطه في الشوربة جزراية بتسكر الشوربة جدا. عملنا معاه بقى أي نوع سلطة، سلطة طحينة، سلطة خضر، الولاد عندي بيحبوا سلطة الزبادي عملتها لهم. وبالهنا والشفاء علينا وعليكم. وحبايبي لو عجبكم الفيديو دعموني بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.